السلام عليكم. طيب كده انا سعيد جدا من مقابلتكم اليوم في تيدكس الخرطوم او الخرطوم يونيفرسيتي. طيب انا عندي امنيه قبل ما ابدا الاستيكر اتمنى تحققوها لي. هنا اصلا امنيتين، واحده حققها لي ربنا والثانيه عايزكم تحققوها لي. طبعا ربنا اكرم منكم، اوكي، لكن برضو انا معاك في كرامكم. اذا غمضوا عيونكم كلكم وما عرفتوا حالي لما اطلب منكم انكم تفتحوها. جميعنا نخلي عيوننا مقمضة وما نفتح الاعين الا لما اطلب انه نبصر او نشوف. نحن كنا طفلين، كنا بنجري ونلعب زي الأطفال. كان عمرنا 5 سنوات تقريبا، ولأنه البيت فاتح في الشارع كنا بنجري ونقطع الشارع ونلعب. اليوم كان رمضان وكان شراب المويه يقرب، ولما جينا جارين في العودة للبيت عشان نقطع الشارع أنا والطفل اللي هو كان احد ابناء جيراننا او احد اولاد الجيران او احد اطفال الجيران، الاول عدى وانا الصادق قبل ما اعدي صدمتني واحده من السيارات المسرعه في الشارع. كانت مسرعه شديد لدرجه سرعتها كانت زي سرعه الغدر اللي بيحمل جمله من الاحزان والالام والآهات والدموع والدماء. خلينا نبصر، خلينا نشوف، فتحوا عيونكم عشان بعد كده تقدر تتخيلوا شكل الحادث. ولما انصدمتني السيارة المسرعة طرت مسافة بعيدة جدا، اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة والكهرباء على طرف الشارع. في الأولى كسرت يداي وفي الثانية شق رأسي. خليني اسالكم، لو انتوا كنتوا معايا الطفل الثاني، انا الصادق وانتوا الطفل الثاني ونحن واقفين الان في الشارع وعايزين نقطع الشارع، وقاموا سالوكم يا جماعه هيحصل حادث الان، ما قالوا ما بعد الحادث هيحصل شنو، بس ربنا سالكم هيحصل حادث، منو فينا كان حيقول انا اللي يحصل لي الحادث؟ ولا واحد، ولا واحد. لكن احنا عايزين نشوف دفاتر صفحات الاغدار فيها شنو. بعد ما سقطت على الارض من الاصطدام بالعمود بالتاكيد فقدت الوعي، وسال كل ما املك في جسدي من دماء على الارض. كنت في حاله غيبوبه كامله في المستشفى. استيقظت بعد 5 أيام من الغيبوبة على أصوات أظنهم أطباء كانوا يتحدثون لغة هي لغة الخواجات، اللغة الإنجليزية. فهمت بإحساسي أنه قد تعدى مرحلة الخطر. في هذه اللحظة كل من كان يعرفني في المكان وفي الحي كان يقول صادق مات. حاولت بعد الاستيقاظ أن أتحسس جسدي لكني لم أستطع لأن يداي كانت على الجبس. حاولت أن أحرك رأسي يمنى ويسرى، لم أستطع لأنها كانت على قبة حديدية طبية تمنع الرأس من التحرك. ساعتها لا أفهم شيء في الحياة. مرت الأيام وعدت إلى المنزل بكامل صحتي وعافيتي الحمد لله. أجري حاولت بعد الحادث أن أفهم ماذا حدث، لم أستطع أن أفهم. لكن بعد أيام وأسابيع بدأت ألاحظ أن نظري ابتدى يتدنى 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 إلى أن صرت أعمى لا أرى. هنا اندهشت الأسرة لأنها لا تعرف التعامل مع المكفوفين ولا حتى
أطفال ومن كان يسكن الحي لا يعرف التعامل مع المكفوفين. عانيت كثيرا لأنني حاولت مرة أن أجري زي الأطفال، حاولت مرة أن ألعب زي الأطفال، حاولت أن أركض ولكنني كنت أفشل، لأنه كلما أحاول الركود كنت أسقط من الركود وأصطدم بما أمامي من شيء. في هذه الأيام عانيت كثيرا وكان الأطفال يسخرون مني. تعالي يا عميان، امشي يا عميان، أنت ما بتشوف؟ ذقت شتى معاناة، لكنني فجأة أحسست أنني كأنني أبصرت، وكان ذلك عندما دخلت إلى مدرسة معهد النور لتعليم المكفوفين. هناك تعلمت ما معنى كلمة إرادة، ما معنى كلمة عزيمة، أن الإنسان ليس من يرى، وفهمت أن قوة الإنسان ذلك الإنسان المارد الذي بداخلك. في معهد النور تفتقت إبداعاتي، أحرزت الجائزة الأولى في الإلقاء الشعري على مستوى ولاية الخرطوم وأنا في سادس ابتدائي، وكانت قصيدة عن البوسنة والهرسك اسمها سراييفو تناديكم. ساعتها لا يفهم الأطفال ماذا سراييفو، ولا يفهم الأطفال ما معنى السبايا، ولا يفهم الأطفال ما معنى أن يقتل المسلمين في ديار المسلمين وغيره، ويقتل الأطفال ويقتل النساء. كانت قصيدة رائعة جدا وأنا عمري لا يتجاوز 12 عاما. دخلت إلى الثانوي وهنا بدت أشكال المعاناة الحقيقية وأحسست أنني لا أرى، لأن كل من حولي في المدرسة كان لا يعرف التعامل مع المكفوفين من أساتذة، وكنت أركب المركبات العامة إلى مدرسة حسونة في العمارات النموذجية، وعندما أريد قطع الشارع أقطع الشارع بنفسي لوحدي وأسهب ماضيا في الشارع. كنت أسقط في الحفر كثيرا وأتألم كثيرا وأصطدم بعمارة الإنارة كثيرا وأتوجع أكثر، وفي كل مرة أحس بالألم والوجع كنت أحس أنني لا بد لي أن أقف لكي أنجح. كنت أقف وأنفض غبار الشارع وأمضي في شارعي إلى المدرسة. كانت تنتابني رغبة قوية أنني لا بد لي أن أدرس علم النفس وأتخصص. لماذا؟ لأن أكبر معاناة في حياة الإنسان هي العمى، وأن أكبر سجن ومعتقل يمكن أن يعتقل إليه الإنسان هو اعتقال العمى وسجن العمى. من هذا السجن العميق انتابني إحساس حتى أستطيع أن أتلمس مشاكل الناس ومعاناة الناس. لابد أن أدرس ذلك التخصص، وما كان لي رغبة سوى جامعة الخرطوم، وكنت أتباهى وأتحدى كل من حولي أنني سأدخل جامعة الخرطوم ولا غير جامعة الخرطوم. جامعة كان وقتها الدخول إليها صعب 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 المنال، امتحنت الشهادة السودانية وكانت درجتي العلمية يمكن أن تدخلني كلية عليا زي العلوم الإدارية والاقتصاد، رفضتها ودخلت كلية الآداب لأنه بها علم النفس. بدأ امتحان آخر، حقيقة أحسست أنني أبصرت. في هذه اللحظة عندما دخلت جامعة الخرطوم كنت مبهور بجامعة الخرطوم، هذه الجامعة رائعة جدا التي علمتنا الكثير، وأنا بين جدران الجامعة وميادين الجامعة كنت أمضي لوحدي في شوارع الجامعة بفخار كبير. نعم أذكر الحفر وأذكر، لكنني أحس بكل لحظة بنجاح. دخلت المعاينة في قسم علم النفس كلية الآداب، كانت هناك معاينة بها امتحان وبها امتحان إحصاء ولغة إنجليزية. عندما دخلت جميع الأساتذة الذين كانوا يجلسون تهامسوا ويقولون ما هذا الذي
يريد ان يدرس علم النفس. زول المشوف ده، زول القاطع كهرباء ده، سمعت الكلام ده وما رديت، انت عندك امتحاني. لكن لما جيت طالع ضربت طرقته على الترابيزه او ضربت الترابيزه بكل قوتي، قلت لهم تذكروا انني ساكون في هذا المكان يوم من الايام استاذ بهذه الجامعه. وانا طالب بجامعه الخرطوم في الصف الرابع والخامس، كان يحتاج لي اساتذه قسى علم النفس ان ادرس لهم بعض المحاضرات لطلاب المستوى الثاني والثالث، وكنت اقوم بتدريسها وانا طالب بهذه الجامعه. كنت اول دفعتي لانني اردت ان انجح، ولانني عزمت ووضعت على نفسي يقين انني ساتفوق. لذلك كنت الاول في دفعتي، الاول في خامسه عندما تخرج، كنت الوحيد الذي احرز درجه السكن ابر، وكل من بالقاع من مبصرين كانوا احرزوا الدرجه السكن لور، فكنت اول دفعتي. لذلك اخذت كاستاذ او كمساعد تدريس بجامعه الخرطوم، وهنا انتابني احساس اعمق انني ليس يعني انا ما ابصرت، لا، شيء ما بعد الابصار لا اعرفه، يعني لم اقل كانني ابصرت بل ما بعد الابصار. في جامعه الخرطوم وانا استاذ بالجامعه احرزت درجه الماجستير والدكتوراه في 3 سنوات، وهذا امر جعل من كل بالجامعه في مجلس السنه جامعه الخرطوم محتارا. عندما ناقشت الدكتوراه كانت في مجال اسمه علم النفس البيولوجي، هي الرساله الاولى في السودان، هي الدراسه الاولى في السودان في عكس الهرمون وعلاقته بالسلوك. كل الذين يدرسون السلوك في الانسان في السودان يدرسون السلوك الظاهر فقط من خلال الاستبانه، لكن كانت دراستي في كليه الطب، وكان مشرفتها بروفيسور امال محمود سعيد، هي رئيسه قسم الفسيولوجي بكليه الطب جامعه الخرطوم. هي الدراسه الاولى في السودان من نوعها الى هذه اللحظه. هذه الدراسه عندما تم نقاشها وحرست الدارجه في مجلس السنه، وقف اكثر من 7 اساتذه بروفيسور في جامعه الخرطوم وكان يتحدثون عن ذلك الامر. كيف لهذا الشخص في سنه يحرز درجه بهذا المستوى بما فيهم عميل الدراسات العليا دكتور الزين بروفيسور الزين. ولأن الحياة تمضح بأشياء كسر، فكرت في أن أتزوج كأحد الشباب، ولأن المعاقين جميعهم يعانون. بالمناسبة الإعاقة ما إنك تكون معاق في حواسك، المعاق إنك تكون معاق في نفسك، في قدراتك، في إمكانياتك، لأنك أنت جواك مارد، جواك مارد. في كم منا يحمل كل شيء، عنده كل شيء، قروش، المال، الحواس، لكنه فاشل. وما فاشل لأنه ما قادر ينجح، لا، لأنه رهين لحاجاته ومشاكله. علم نفسك إنك تنجح. حاولت أن أتزوج، ولأن المجتمع دائما ينظر للمعاقين، باعتبارهم ناقصين، ويحكم دون أن ينظر لأي شيء. دائما ما كانوا يرفضون لمثلي، لكل المعاقين المثلي. هذا الحديث الذي سأقوله قصة أحد زملائي بهذه الجامعة، كان معاق، عندما أراد أن يتزوج وأنا مشيت معه قال لي وأنا أزوج بنتي لزول عميان. طيب أنا أقول للمجتمع شنو يا أخي؟ أقول له عرست يا بنتي زول بشوف، ونسى إنه البشر نوعين، نوع معاق حقيقة ونوع معاق. المعاق ده أصلا معاق في حاسة من حواسه، والمعاق الثاني المعاق المحتمل، لأنك قبل ما تطلع من القاعة دي ممكن تكون معاق. مرت الأيام وجات بعد الحرز طوالي جائزة الملكية الفكرية من منظمة الأمم المتحدة، اللي هي كساني 5 في العالم كله في أفضل طريقة تدريس في جامعة الخرطوم. كثاني 5 في العالم أحرزت الجائزة، هذه الجائزة
تغلدت من 5 أشخاص في العالم كله من منظمة الأمم المتحدة الملكية الفكرية وبواسطة مديرة كامل إدريس، ونحن 5 في العالم كله وأنا الثاني ليهم. واصلت طريقي، ولأني أنا زمان فكرت أن أنا أكون معالج نفسي، فكرت في الحاجة دي عشان كده بقيت معالج نفسي. الآن أنا دكتور علمية استشاري على جميع مستشفيات الطب النفسي في السودان، ودي درجة ما ممكن يحرزها أصلا. هذه الدرجة تمنح من مجلس المهن الطبية السوداني ولا تمنح إلا للقليل، يعني يمكن اللي يحتوي الدرجة دي بسيطين جدا. وصلنا للعلاج النفسي، وصلنا لمرحلة العلاج النفسي، ولأن أنا متميز في التنويم المغناطيسي خلينا نشوف فيديو، خلينا نشوف الفيديو يا شباب. ولأنه إحنا في السودان 3-2 ما في شين، وأنا موجود في مجال التنويم المغناطيسي وتخصصي أكثر من 13 عام في المجال ده، والتنويم المغناطيسي أنا عالجت كثير جدا من الحالات. الشابة دي نايمة، الفيديو ده لواحدة من أعضاء المؤتمر بالمناسبة تبرعت، وقمنا بتنويم تنويم كامل ومشيناها هي نايمة وشالت حاجة أسقطتها، وبعد ما صحيناها قالت أنا ما عملت كده، لا شلتها ولا عملتها ولا غيره. في نفس الوقت في الفيديو رجعنا له عمره لما كان 4 سنوات وذكر الصحبات اللي كانوا في الروضة، وكان بيتكلم بصوته لما كان طفلة، منو كانوا صحباتك؟ صحباتي نسيبة، صحباتي. صحيباتي كان بيتكلم كده، نمارق. واحدة من الحالات النادرة جدا العجز الأطباء في السودان في علاجها، والشيوخ والمشعوذين نون جيم قاف. هذه الشابة عمت لأنه كان بتحب لها زول وصدمت فيه عاطفيا، وبعد كده سجنوه وكان دار يعدموه، وكان دار يعدموه الشدول، وفي النهاية طلع براء. اتزوجها لمدة 2 سنين متزوجة، وحملت وولدت منه هي عميانة ما شافت طفلة. في الفترة دي كل الدكاترة في المستشفيات مرت عليهم في الطب النفسي، ومكست في بعض المستشفيات أيام وشهور. بعد ذاك طلعوا مني أشوف الحالة وجابوها. أنا بالنسبة لي كونها تشوف دي ما مشكلة، ده موضوع بسيط جدا أصلا حتشوفي، لكن بالنسبة لي إنها كيف تطلع من الغرفة عشان تشوف طفلة لأول مرة في عمرها، ده كان حدث فظيع. يعني أنا لازم أتحكم في الحاجة دي، لأنه الصدمة، لأنه الانفعال الشديد ممكن يعمل أثار ثانية. جابوها ونومناها تنويم مغناطيسي، بصرها رجع في 20 دقيقة، أبصر شافت فتحت بقت تكبر. أبصرت بقت تكبر إنها أبصرت. هديت وقعدت وتاحة طلع برا، أسرتي كلها قاعدة، أسرتي كلها كان قاعدة، ودكاترة تانيين وسايكاتريك كده. فقلت لي أنا بالنسبة لي طفلك بريت أتكلم معها عشان لما تطلع برا بالنسبة للطفلة دي تعرف تتصرف معه. أول ما طلعت سبحان الله لا جرت لأمها لا أبوها، جرت لطفلة الأول مرة تشوفه في حياتها، وهنا أنا أحسست أنني كأني أبصرت. ماذا حدث؟ كل من كان من مكان سقط على الأرض وهو يبكي. مشهد لا يمكن، مشهد تراجيدي لا يمكن أن يتصوره عقل بشر. كل من كان بداخل جامعة الخرطوم حول الكنيليك في البريكس، كل البنات صعدوا إلى السقف وهم يتفرجون. ذلك المشهد الذي لا يمكن أن يتكرر في روعته. الحالة الثانية تومات، عمره 7 سنوات، وكانوا بيلعبوا وربنا منحهم بيت جميل وحوض سباحة، واحدة فيهم دخلت عشان تسبح وغرقت، وقلت لأنها صغيرة ما قادرة تعمل حاجة، بدأت تكورك وتضرق على الأبواب وتكورك، ما في زول لحقها. فجأة جا لقوا، لما جا جايين كله لقوا خوتها ذات البر وغم عليها الشعبة الصغيرة الثانية، وديكي ماتت. ومن هنا الطفلة الثانية التومة الحية
بقت جماعه عمر 20 سنة، لكن هي واقفه في 7 سنوات عمرها ما مشى. ما لانه الصدمه، لانه الشوك، لانه الاسترس، عشان كده كانت محتاجه نعمل لها فري اسوسيشن انتي رينسيفل اناليسيس عن طريق الهايبنوزيس اللي هو التنويم المغناطيسي، عشان نحاول نخليها ترجع لطبيعتها. هي 20 سنه بتلعب زي الاطفال، تاكل التراب، تجري في التراب، تطلع الشارع، لبس الاطفال زي الاطفال. لما نوناتني المغناطيس ورجعناه للعمر نفسه، حصلت في صدمه، قعدت تبكي وطلعت التفريغ الانفعالي كله. الحاله انا طبعا حالات كثيره جدا ما حقولها، لكن الحاله الاخيره حاله بتاع الطالب تخش قاعده الامتحانات في جامعه الخرطوم، بيجي لما نسخ الورقه بيجي شلل، شلل جسمي كامل، مش ولا شيء قدام المستشفى. وبرضو عجزوا، ولما حولوها اثناء التنويم المغناطيسي عرفنا السبب في اللاشعور لما رجعناه لعمر 4 سنوات من 20 سنة، وشلنا عملنا لها ريموف او ديليت للخبره المؤلمه دي، شلناها من جواها، قدرت بعد كده تواصل امتحاناتها عادي في الجامعه. في الجامعة واحدة من طرق التدريس اللي ابتكرتها باعتبارها الأولى في جامعة الخرطوم هي الطريقة التي أتبعها في تدريس طلابي، إضافة إنه طلابي أنا بقسمهم لسيمينارز يعملوا حاجات علمية فائدة. واحدة من الحاجات اللي اختراع اللي عملته الأول في العالم 2007 كان اختراع بين لغة بين الصم والمكفوفين. ده عميان ما بشوف، وضع أصم لا يسمع لا يتحدث، إذا تلاقوا يتونسوا كيف؟ ما دي حق، ما كلهم في 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 سبيش واحد يتونسوا كيف؟ عملت اختراع لأول مرة، وعلى فكرة الاختراع ده خلى أخو المكفوف مع أخته الصماء عمره 25 سنة وعمره 27 سنة لأول مرة يتكلموا مع بعض. أوكي، خليني أسألكم السؤال اللي بالك. لو رجعنا الشريط، وقفناكم بعد الشارع، وقفت معاكم، هتقول شنو؟ دايرين تعموا ولا عايزين تقطعوا الشارع؟ أوكي، الطفل القطع الشارع، القطع الشارع هو أصبح مرتاد سجون ومرتاد جرائم. وأنا في مكتبي يوم جاني دعاء من المحكمة. مشيت لما قريت الاسم استغربت، الاسم ده غريب علي. لما مشيت الاسم لقيت نفس الزول، عشان انا اكتب تقرير انه الزول ده مريض ولا ما مريض. هذا الشخص القطع الشارع سليم بحواسه اصبح انسان انتي سوشال ضد المجتمع، وجرائم لا يقبلها المجتمع السوداني. خليني اسالكم في الختام عشان تكونوا يهدوا. شكرا.